بعد صلاة الجرح مشيت توضيت وتاسلت لبس الإحرام وخرجت. كنت غنطرق مع شي وحدين اللي كانوا معايا الساعة سبقوا، الواحد عمره ما يعول على الرفاقة، كي اللي تبقى كي اللي تمشي كله السيستم ديالو. مهم واحد من اللي يجي هنايا كاين الجهاد، عول على راسك ولا تجي انت وشي حد من العائله ديالك، هذوك هما اللي كاين. من غيرها ما تعول زعما تقول نمشيو جماعه ولا حد، كله السيستم ديالو. كاين اللي كيعكاز، كاين اللي كيكون سريع شديد في ساعه كيبغي يقضي الغراض. المهم علينا دابا انا غادي كنقلب على المركوب. انا بحال غادي ديما اتجاه الكعبه، قالوا لي كاين هنايا المركوب اللي كيدير الميقات، مسجد سيدنا عائشة رضي الله عنها. من ثم الواحد كينوي هو كي هذاك هو الميقات خارج زعما مكة. المهم تما كي كتنوي وكترجع بالتلبية، كتنوي على من بغيتي، واش الفتاية ولا شي حد، وتجي ديرها مرة ان شاء الله. من بعد ندوز لمرحلة اخرى.